توحدوا في حملهم لصور الشهداء وفي زيهم المدرسي، تقدمهم من يهتف لحماسهم وتشجيعهم على رفع أصواتهم المطالبة بحقوقهم. تلامذة إحدى المدارس الابتدائية في الديوانية يشاركون المعتصمين اعتصامهم المفتوح، مؤكدين أنهم يكملون مسيرة أباهم الشهداء الذين حضروا معهم بأرواحهم وآخر لقطات لهم بزيهم العسكري. احنا جينا لهنا لساحل التظاهرات، نريد نرجع شهدائنا، شهدائنا كتلوهم بدون سبب. نريد وطن، نريد وطن يا عالم، نريد وطن. وإذا ما نجحت هاي الثورة راح تنجح ثورتنا من نكفر. جاي أنا وزملائي نتظاهر وناخذ حقنا من الدولة. بما أنه هم أيتام، يعني هم فاقدين للوطن اللي هو الأبو، لذلك هم يريدون وطن اللي هو الأبو اللي فاقدينه. لغة قد استوقفتني كثيرا أنا على الصعيد الشخصي في إكمال هذا التقرير، عندما وجدت هذا البرعم وهو يتحدث بثقافة عالية بألمه على شهداء ثورة أكتوبر مطالبا بوقف نزيف الدم. اليوم أريد وطن، يعني عايشين الظلم، يعني هاي الشهداء ليش تشكلها راح الدماء؟ لمود الوطن، يعني لا عايشين بخير، لا عايشين يعني أريد وطني، يعني بس طلعوا. يعني هسا بغداد شفت دماء مال شهداء يومي انفجار هاي علم. هذه الطفلة شاركتهم بعبارة صغيرة جملها النطق بها. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء التلاميذ هم في تفوق مستمر ويصرون على النجاح بمستويات عالية، ليعتبروه رد الدين لآبائهم الذين استشهدوا في معارك الحفاظ على وحدة العراق. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.